عم نشتغل على تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع ولمراكز لجان الأيد. حيكون عندنا أكثر من حل، أكثر من خطة، أكثر من حل، مش رح نكتفي بخطة واحدة. كنت عملت أكثر من اجتماع مع كهرباء لبنان، حيث تبين إنه كهرباء لبنان ما بيقدروا يأمنوا الكهرباء وما إلا بكلفة كتير 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 عالية. ما عندي ولا سبب إنه يخلي الانتخابات ما تنجح، رح أكون موجود ورح أعمل لها انتخابات، رح أعمل لها النجاح الكامل والأكيد.